الحمد لله واصلي واسلم على رسول الله مرحبا بكم مع برنامجكم احسانا صدق من قال ما مات من خلف رجالا ونساء صالحين ما يموت الاب والام اذا كان خلفهم ابناء صالحين لان اعمالهم لا تنقطع يقول صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ثم ذكر الولد الصالح ولذلك انا اوصي من ماتت امه ومات والده ان لا يفهم من برنامج احسانا ان البر انتهى وغلقت ابوابه. لا البر الصادق يكون بعد الموت. اولا عليك بالدعاء لهما واعمل اعمال بر حتى يدعى لهما فيقال فلان ولد فلان وفلانه الله يغفر لهم. ومنهم ان تصل ارحامهما تصل عمك وعمتك وخالك وخالتك ومنها ألا يتشاجر الإخوان بعد موت أبيهم وأمهم إذا تشاجرتم أيها الإخوان فأنتم عققة من البر بعد الموت أن نتواصل ولو كان في النفوس بعض الشيء لكن إكراما لأبي ولأمي وطاعة لربي أولا أتواصل معهم ومنها إنفاذ الوصية كما ذكرت في حلقة لا بد أن ننفذها وأن وق وان نقسم الارث بيننا كما قسمه الله ما نحرم البنات ما نؤخر القسمه سنوات فينضر بعض الورثه وبعضهم شبعان وبعضهم جائع ويحك اتق الله في نفسك ومنها ان تكرم اصدقائهم كيف؟ والدك له اصدقاء له جيران له اصحاب فورا أرقامهم جميعا خذها من جوال والدك وابدأ في التواصل معهم والاتصال عليهم زيارتهم صل مع أبو فلان في مسجد العصر وانتقل المغرب صل مع أبو فلان خذ معك بشت جميل طيب جميل خل هذا الصاحب يتذكر والدك بخير اذهب بزوجتك وخلها تزور أو أختك خلها تزور جارة أمك في الحي القديم في الحارة القديمة انتقلوا الحي آخر إكرام صديقي والدك وجارة صاحبة أمك من فنون البر الجميلة بل عليك أن تسأل عن أبناء أصدقاء أبيك أبنائهم نعم اللي يبغى منهم وظيفة اللي يبغى منهم سلف اللي يبغى منهم عون جميل ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أكرم رجلا قال لأن والد هذا كان ودا لعمر يعني ابوه يحب ابوي وصاحب اللي ابي فلذلك ايها الاحباب ما ما ينقطع البر وهذا من كرم الله وهل يكون هناك توبه للعاق اذا ماتت امه او ابوه نعم له توبه التوبه النصوح ان يفتح ابواب الصدقه الجاريه عنهما يحفر ابار يطبع مصاحف يرعى يرعى البرامج الاعلاميه، الاعلام الان البرامج ترعى برنامج ويصير وقف لابيك وينشر في الفضائيات وفي الجوالات وما نشر فلابيك ولامك الاجر، ومنها زياره القبر للرجال، زر قبره زر قبرها، البعض منا ما يدري وين مقبر ابوه، يقول في الشمال في الغرب، زوروهم وادعوا لهم اللهم يا رب اجعل قبور من مات رياضا من رياض الجنات يا رب العالمين قولوا امين استودعكم الله